هلو، اليوم بدنا نعمل شيء جديد. رح امزج شوي بين الحلو الغربي والحلو الشرقي. رح ناخذ شيء من الكنافه ورح ناخذ شيء من الباي. الباي هي هيدي الكعكه اللي بيعملوها محشيه بفواكه، والكنافه هي كنفتنا اللي بنعرفها. فرح نعمل شيء مزجه خفيفه رح تطلع معنا شيء جديد. رح تكون قريبه للكنافه باي تقريبا، فينا نسميها هيك كنافه باي. فاذا اليوم حنعمل هي بتتألف من عجينة الكنافة من برا، وحنعمل من جوا حشوة شوكولا طيبة كتير. الحشوة رح تحبوها. سو تابعوا الفيديو للآخر رح تتعرفوا التفاصيل. ما تنسوا اللايك والسبسكرايب. سو أنا أوريدي مبلشي بالوصفة، يعني بتعرفوا لأنه عم صور تيك توك. أول شيء عم بعمله هو جبت هيدا عجينة الكنافة. أوكي مسكتها بالقلب. كمان بنقولها نحن عنا عجينة العصمالية. إذا بتعرفوش العصمالية هو حلو لبناني، عارفش إذا كل العالم بتعرفه بس ما بعتقد. فهذا هو شكل العصمالية. جبت عجينة الكنافة وبلشت أطحنها بالمونيلكس حتى تصير بهذا القوام الناعم. شفتوا؟ مش كتير كتير ناعم، يعني بعدها مبينة إنها عجينة كنافة عصمالية. حاطحنهم اول شيء. رح اخذ تقريبا نص هيدي الكميه او اقل شوي حسب القالب اللي انتم عم تعملوه. هيك عم باخذ شوي من العجينه احطهم بالمولينكس واطحنهم. هلا انا مش ماخذه مقادير مزبوطه، بس رح اكتب لكم اياهم بصندوق الوصف. هلا هذا شكلهم بعد ما طحنتهم. اوكي رح ازيد دفرن سكر وزبده. تقريبا بدي كنت تقولوا كل 150 جرام من الكنافه بده نص كوبايه زبده وملعقتين سكر. فهلا انا هون تقريبا عندي شي 300 جرام كنافه. ضفت لهم تقريبا صاروا شي 6 معالق سكر. حقلبهم برجع بدوب الزبده وبحطها في الفرن. لو بعد ما حطيت السكر للكنافه وخلطتهم حاخذ شويه زبده دوبهم وحطهم فوق الكنافة. بعد ما دوبت الزبدة حضيفها فوقهم ونرجع نقلبهم. نقلبهم سوا لحتى تتوزع الزبدة عنا. بعد ما قلبتهم صاروا عندي بهذا الشكل. حصفهم بالصينية، وزعهم بالصينية ورصهم بكعب الصينية وعلى الجوانب كمان. هلا بفرجي. اوكي هيني بلشت وزعهم. كمان بدنا نطلع فيهم على جوان. بحس اذا بستعمل ايدي اهون لي. اوكي سو هيني عم بفردهم وعم طلعهم على الطرف. اوكي وهيك بعد ما وزعتهم حاستخدم قالب تاني اصغر منه لحتى رصهم منيح بكعب الصينية. اوكي حاول بايدي هيك على الطرف سوي له طرافه لحتى يطلعوا على صوت بعض. كانه بعد ما وزعتها بهالشكل شفتوا كيف صارت متساوي. رح ادخلها على الفرن على حراره 180 درجه. تقريبا بتاخذ بالفرن نص ساعه ل 35 دقيقه. هلا بعير لكم بالضبط. اول شيء حقشويها من تحت برجع بحطها شوي من فوق بالفرن. وبهذا الوقت بنروح نحضر الحشوه. اوكي ومنجي للحشوة. الحشوة رح تكون عبارة عن كريمة خفق وشوكولا. هنحطهم سوا وندوبهم نرجع نضيف لهم ملعقتين زبدة نخفقهم بيطلعوا. اوكي سو هون تقريبا عندي شي 500 جرام شوكولا حطيتهم. رح احط فوقهم كريمة الخفق. اوكي تقريبا بدهم تلت كوباية شوي خلص بزيادة. هلا حدخلهم على الفرن لحتى يدوبوا سوا. اوكي سو ححطهم شوي بالفرن بس شوي لحتى يسخنوا ويدوبوا شوي. نرجع بس نصير نحركهم بيدوبوا دغري، يعني مش ضروري يدوبوا 100% 50% يعني نص دوبان. وهيدي الطبقة الأولانية بعد ما خرجتها من الفرن. هلا مش كتير مستوية من الأطراف، محمرة يعني هي مستوت بس مش ما تحمرت وأخذت لون، بس إنه هيك تقريبا منيح يعني اتس انف. اوكي هلا حشيلها من القالب. اوكي بعد ما دابوا عندي هيك شوي بس هسه حاعمل اني حقلبهم.
خليكم منيح مع بعضه ودغري بيرجعوا بيدوب الشوكولا ما بيضلش هيك يعني، بس بضل يحركوا اكيد يبقى عندكم مكرونه احسن من الفرن. ليكو قوامهم كيف صار، سمك شوي بس بعد حذف لهم ملعقتين زبده وبحركهم سوا دغري حدوب الزبده بقلبهم. هلا ححركه. اوكي هلا شلتها من القالب وحطيتها بالصينيه، بس فزعت تفرط ام لفيتها بنايلون احسن ما تفرط معي. اذا عندكم من هذا القالب اللي بفك، انا عندي واحد بس ما بعرف ليش استعملت هذا. كنت اسهل علي لاني قلبتها دغري ام هيك حسيتها مثل بدها تتفتت فلفيتها بصينيتها. هلا ححط الحشوه بقلبها وبحطها بالبراد بتجمد بالبراد. I'm done. هلا ححطها بالبراد شي ربع ساعة واخفق لها شوية كريمة عشان نزينها وبتصير جاهزة. خليها تجمد شوية بالبراد برجع بشلها الصينيتا اللي حطيته. ناو بس حاخفق شوية كريمة تخفق للتزيين. الكريمة بعد ما خفقتهم هلا ححطهم بكيس الحلو وزين فيهم بس خلص بفرجيكم. So I'm done. حطيت له الكريمة، زينته بهودي ال ما بعرف شو اسمه، هو الشوكولا القشات، نحن بنقولن قشات ما بعرف انت شو بتقول. قشيت لهم سنامون على الوش و كمان شوكولا بر الشوكولا وصاروا جاهزين. هلا حقطعها وفرجيكم اياها من جوا. انت فاينلي قطعته، ما قطعتوش معكم عشان كنت عم بصور تيك توك. ليكم من جوا، خليني ابرة مع الشمس بس. اوكي شايفين؟ من جد تشهي. هلا بدوقها وبخبركم مبين كتير طيبة. ما تنسوا اذا حبيت الفيديو تعملوا لايك سبسكرايب للشانل وشير للفيديو.